مباشرة إلى عين المكان، ومعي من هناك على المباشر موفد تلفزيون النهار وليد مهاجري. مرحبا. مرحبا زميلي ناصر، اهلا وسهلا بك ومرحبا بمشاهدينا الكرام. نعم، ما زلنا يعني متواصلون معكم يعني لحظه بلحظه لنقل الحدث. كما تشاهدون الان نترك فسحه للمشاهد، الان يعني العمال يعني يقومون بالتصفيت الاولي للطريق، وما يسمى يعني بتقنيا في الاعمال هو الكوش بي بي. يحضر معي السيد عبد الرحمن الرحماني المدير العام للاشغال العموميه، يمكن ان يعطينا يعني معلومات اكثر. يعني السيد عبد الرحمن، انا اشوف الان يعني العمال يعني يقوموا بعمليه تصفيت اوليه، واش تقدر تقول لنا؟ كوش جي بي، كوش جي بي، من بعد تجي كوش بي بي، يعني راهي في اللمسات الاخيره كما راكم تشوفوا الاشغال، راهي في الروتوشات الاخيره، عمليه التصفيت راهي في طور الانجاز. يعني بكل صراحه يجدر بالذكر ان وزاره الاشغال العموميه رفعت التحدي وقدرت ان توفي بالتزاماتها. يعني انا نشوف يعني نثمن يعني انها يعني في بعد لحظات فقط او ممكن على الاكثر ساعات تكون الطريق مفتوحه يعني للمواطن. بكل فخر، نعم بكل فخر، نعم الحمد لله، يعني قدرنا باش يكون يعني عند الموعد، وراها في اللمسات الاخيره عمليه التصفيت راكم تشاهدوا فيها يعني مباشره، ان شاء الله ستستمر يعني هذه العمليه حتى نهايه الاشغال ان شاء الله. نعم، يجدر بالذكر يجب ايضا تثمين يعني جهود هؤلاء العمال الذين كانوا هنا من ليله البارحه بلا اكل بلا شرب، يعني يعني كانوا هنا يعني ساعه عبر ساعه في برد يعني بدون غذاء بدون عشاء. اليوم يعني تحيه خالصه لهؤلاء العمال. واش تقدر تقول لنا للعمال يعني اللي استعملتهم؟ يعني هما عندهم حوالي يومين وهما على قدم وساق وراهم هنا بدون اكل بدون شرب، يعني قاسوا يعني ظروف، يعني كان البرد كان شتاء، يعني واش تقول لنا؟ شكرا. هي في الحقيقه صح يومين بدون نوم، لكن بدون عشاء لا اظن. الحمد لله تعشينا واكلنا، حتى العمال ثاني الحمد لله، يعني قامت بيوم كامل الولايه وكامل الاخر الحمد لله. التعب طبيعه الحال هو طارئ اللي لازم نوقفوا معه، كامل عمال الاشغال العموميه الولايه والقطاع كلها قامت لانجاز هذا التحدي، والحمد لله سوف تعاد الطريق الى حالتها الاصليه. بارك فيك، شكرا لك. إذا زميلي ناصر، العلامة الكاملة لهؤلاء العمال وأيضا لوزارة الأشغال العمومية والنقل، وفت بوعدها، قدمت وعود، وفت والحمد لله، وفت بالتزاماتها. الطريق يعني هنا على حوالي الساعة كما سلفت وقلت، على الساعة 10 بإذن الله ستمر أول سيارة من زيرالدا اتجاه يعني الدار البيضاء. شكرا جزيلا لك أبو فتري.